يقول وضح لنا كيف ذكرت من لا يجوز تغيير النية داخل الصلاة، تغيير من عدد ركعات أقل لعدد ركعات أكثر، يعني دخلت بنية ركعتين، هل يجوز لي أن أغير ركعتين إلى ست ركعات؟ لا يجوز. لكن من الإطالة إلى التقصير في نفس الركعة جائز، إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأخففه من شدة وجد أمي عليه، صحيح.